بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سيدنا أبو هريرة: ونعم هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر للدوسي رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أوصيكم بهن. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، وفي رواية وأن أوتر قبل أن أنام، وفي رواية وصلاة الوتر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن إمامنا الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث وصايا جميلة وسهلة وبسيطة لمن أراد أن يكون وليا من أولياء الله. تخيل وصية مباركة ووصية عظيمة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى بص لفظ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما يقول إيه: أوصاني خليلي. خليلي أي الخد والصديق المصاحب، يعني سيدنا أبو هريرة يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خليله، صديقه، وخل اصطفاه من بين الصحابة لكي يوصيه بهذه الوصايا الجليلة. بما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه؟ ثلاث وصايا تعد على الأصابع، وكلها في متناول الإنسان المريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل لك. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فضيقوا مساركه بالصوم. لأن الصوم كما تعلمون حضراتكم يجعل الإنسان أشبه بالملائكة. الصوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جنة وقاية. وبعض الناس، كثير من الناس بيظن ان لما نقول صوم رمضان ده جانب لوحده، ولكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الصوم جنه، يعني يحفظ الانسان من الوقوع في الزلل وفي الخطا. لذلك اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يداوم على صوم الاثنين والخميس، ويقول: ترفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم في يوم الاثنين. أوصاني خليلي بثلاث أوصيكم بهن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي، 13 و14 و15 لمن استطاع وكانت لديه القدرة على الصيام. هذه الوصية تقول، أظن وصية سهلة خالص يا جماعة. صيام ثلاث أيام، ممكن تصوم الثلاث أيام متفرقات، يعني تصوم اثنين وخميس، أو اثنين وبعدين اثنين، ثلاث أيام من كل شهر، مش كل أسبوع. صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صيام ثلاث أيام من كل شهر، يعني الشهر 30 يوم، هتصوم منهم ثلاثة، 3 على 30، 1 على 10 من الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصية غالية وسهلة خالص. المهم أن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لن تكلف الإنسان شيئا، ولما يصوم بقى الصيام اللي ربنا أمر به، يجد نفسه أشبه بالملك. ملك كده، روحانيات الأمور الأرضية بينساها خالص في حال صومه. بهذه الوصية، ثلاث الوصية الثانية: أوصاني خليلي بثلاثة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أسمعنا وأطعنا يا رسول الله.
ونفذنا قدر استطاعتنا. طب الوصية الثانية، وركعتي الضحى، صلاة الأوابين. صلاة الضحى قال العلماء، قال وفي رواية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مفاصل الإنسان العظيمة ديت لابد أن يزكي الإنسان عنها كل يوم. كل سلامة من الناس عليه صدقة تعدل بين الناس صدقة، وتعين الرجل في دبته، وإماطة الأذى عن طريق صدقة، والسعي والصلاة صدقة. وفي رواية أخرى، ويجزئ عن ذلك كله ركعة الضحى. يعني ركعتين الضحى كأن المفاصل بتاع حضرتك كده بتزيتها كل يوم بصلاة الضحى. وكمان قالوا إن صلاة الضحى والذي يداوم عليها سبب أكيد في سعة الرزق، وصية مجربة. فهذه هدية من هدايا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، إحنا الدين بتاعنا دين روحاني، روحانية. بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا لما أصلي ركعتين الضحى الرزق هينزل. بالمفهوم ده عمره ما يجي نصيب، ممكن ربنا يعامله بالعكس. لابد ان يكون لدى الانسان يقين. اقصد يا احباب ان ديننا دين روحاني، مش تقول بقى انا عملت فين، لا. لابد ان تكون سمعنا واطعنا اولا، وتكون تعبد ربنا سبحانه وتعالى عن يقين وعقيده. صلاه الضحى بعدها يا جماعه بعد شروق الشمس بتلت ساعه، يعني بعد الشمس ما تشرق بتلت ساعه الى قبيل صلاه الضحى، يعني قبل صلاه الظهر، قبل صلاه الظهر كده بنص ساعه او بتلت ساعه. ده نوع صلاه الضحى. ركعتين يجزئوا عنك وتكون زكاة عن 360 مفصل بتاع جسم الانسان. دي الوصيه الثانيه التي تكتب بماء الذهب التي اوصى بها. سهله ولا صعبه يا جماعه صلاه الضحى؟ هتقوم من النوم الصبح هتصلي ركعتين ضحى. طبعا حضرتك صليت الفجر، حاضر. هتقوم بقى الصبح تصلي صلاه الضحى، لو ما قدرتش تقعد تذكر ربنا بعد شروق الشمس، الى شروق الشمس بعد صلاه الفجر، يعني حتى تكتب لك عمره تامه تامه تامه. يبقى الواجب عن صلاه الضحى لمن يتكاسل او لم يواظب عن صلاه الضحى. فيها يا جماعه سبب من ساعه رزق، خاصه عندما ساعه رزق، عندما تقول الدعاء فيها: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي امامه: لو كان عليك مثل جبل احد دينا قضاه الله عنك وكفاك همك. واوصاني خليل ركعتي الضحى. الوصيه الثالثه اللي مش هتكلفني اي شيء، وان اوتر قبل ان انام، وفي روايه قبل ان ارقد، وبصلاه الوتر. صلاه الوتر ميعادها امتى؟ حضرتك هتصلي العشاء ان شاء الله يا جماعه ان استطعت، وبعدين ركعتين سنه، وبعدين ركعتين قيام ليل. كل ده بعد صلاه العشاء، لو انت هتصلي في المسجد ركعتين قيام ليل، وبعدين هتصلي الشفع والوتر. ركعتين وركعه، ثلاث ركعات صلاه الوتر. طب واحد بقى عايز كده ربنا يتجلى عليه وعنده الاستطاعه ويقعد مع ربنا شويه بالليل، هتصلي صلاه العشاء، وبعدين سنه العشاء، وبعدين قيام الليل، وبعدين تصلي ركعتين شفع، ممكن تاخر شفع الوتر، ركعه الوتر بعد التهجد. لو انت هتصلي التهجد بعد الساعة 12 بالليل، أو صلي ركعتين تهجد أو أربعة أو ستة أو ثمانية، تصلي بعدهم ركعة إيه؟ وتر. برضه صلاة الضحى يا جماعة ورد فيها إنها اثنين أو أربع أو ست ركعات، وورد أنها ثمان ركعات برضه صلاة الضحى، ولكن نحن لا نريد أن نشق على الناس. أهم حاجة تتقرب بالأقل، خير أحب الأعمال إلى الله أدومها وإتقانها، كفاية ركعتين. وبعدين هتصلي الوتر، وأن أوتر قبل أن أنام. والله انت هتملك نفسك تقول لصلاه الفجر صلي الوتر، وبعدين خلي الركعه لما تقول لصلاه الفجر. عايز تصلي ثلاث ركعات قبل ما تنام، ماشي، اذا كنت يعني مش متيقن انك هتقوم الفجر ولا لا. ثلاث وصايا جميله جدا وسهله. المهم يا جماعه ان وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم تتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: ان الدين يسر، ولن يشد الدين احد الا بل. ديننا يا جماعه سهل وبسيط جدا، ويمكن ان تكون وليا من اولياء الله اذا واظبت على هذه الاشياء التي امرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم. اوصاني خليلي بثلاث اوصيكم بهن: بصيام ثلاثه ايام من كل شهر،
وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد. الحديث رواه سيدنا ابو هريره وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.